انت عسدت في الدنيا؟ بجد والله اللي انت عملتيه معايا ده ما يتنسيش ابدا، ده بينفر رقبتي طول العمر. انا من غير الكلام ما كنتش تعلمت حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الايام الحلوه، طلعت من السجن بعد طول صبر، كانت مريم وحشاني موت هي وخالد. مش نفسك اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي خشي بيتك اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضية بتاعتك. ما تاكلي بالراحة مسروقة على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفيه. يا قلبي صفيه تعالي مش تعالي كده برضو كده برضو يا ليل تقول عليك صفيه السبيه والتجي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومه مني، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجر محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاكي. لا أنا عايز ارتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة، حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. اكرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف بضاعة ومعاه تمنها.
ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا صاحبي. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص، جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي، حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزف التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الواد يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغرباه قوي في الفتره الاخيره. تخيلي يا صفيه، السنه بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البت اللي حيلتي وطفش. تفتكري راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرالي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك، ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انتي غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شاق عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حته الارض اللي كانت حيلتي، على الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزه احقق له حلمه، اعمل له مستشفى صغيره عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده انا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما اعرفش ليه حاساه كده عيل سيس. انا مش عارفه يا اختي انت حبيتي فيه ايه، وما استغربش ابدا لو خد البت وخلع بيها. انا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفيه، انا اللي يهمني بس بنتي مريم. انا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ ان شاء الله حتى افتح المندل، المهم الاقي بنتي. عايزه بنتي يا صفيه، عايزه بنتي يا صفيه. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. تفضلي تفضلي، شكرا كتر خيركم. اوصلي يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب.